ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي قلت افكركم كده بالاكلات الجميله الشعبي الجميله قوي قوي، من غير ولا لحمه ولا فراخ، واقتصاديه وكمان بننساها كده، وبطعم مختلف وبطعم حلو قوي قوي قوي، وكل اللي هيدوقها عندك هيتعجبه. طريقه عمل البصاره النهارده من الالف للياء بطريقه حلوه قوي. الناس بقى الجيل الجديد اللي ما يعرفش هي ايه البصاره، اكله حلوه قوي يا جماعه، بجد طعمها هايل. اعملوها بالطريقه اللي انا عملتها دي، بجد بجد هتعجبكم قوي قوي قوي، سهله قوي قوي ومقاديرها كلها في البيت. يلا بينا نحط لايك لجيجي ونخش نشوف طريقة عمل البصارة. يلا بينا. اهو اول حاجة معانا الفول المدشوش ده ربع كيلو، تمام؟ اهو الربع كيلو ب4 جنيه، ده كده في شكل الفول المدشوش بتاعنا. هنحط عليه مية عادي من الحنفية وننقعه، لازم يتنقع على الاقل ساعتين، مش اقل من ساعتين، عشان الفولة تطرى معايا وما تاخدش وقت كتير على النار. هغطيها بقى بحاجه وهسيبها كده لمده ساعتين، وبعد ساعتين نرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. استنوا، ده شكل الفول بتاعنا بعد ما عدى عليه ساعتين بالشكل ده كده اهو. اتخلصت من الميه بتاعته وغسلته كويس جدا وسبته كده بالشكل ده كده قدامكم. طيب محضره ايه معايا تاني؟ بصوا بقى معايا اهو شبت، ومعايا بقدونس، ومعايا كزبره، تمام؟ معايا ثلاث بصلات متوسطين او بصلتين كبار، معايا شويه نعناع، ده نعناع، معايا اربع فصوص ثوم كبار بس انا قطعهم نصين، تمام؟ معايا قرنين فلفل، وده اختياري لو انت بتحبيها سبايسي، مش عايزاها سبايسي ما تحطيش فلفل خالص. معايا بقى التوابل بتاعتنا هتكون ايه؟ معايا معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، معايا معلقه كبيره من الكمون، ومعايا نص معلقه من الملح. وخلي بالك عشان دي بتملح معاكي بسرعه، يعني خليها دلع عشان بعد شويه هتلاقيها احدقت زي، عشان فيها حاجات خضراء، اي حاجات خضراء بتنزل حديد فبتزود الملح، فعشان ما تبقاش حادقه معاكي. طيب الكمون لازم تكون معلقه كبيره علشان خاطر ما يعملش، ما يتعبش القولون وما يتعبش اي حاجه. طيب ايه بقى سر الخضار بتاعي اللي بيفضل في البصاره بتاعتي اللي انا بعملها وتفضل خضراء؟ تعالوا انا هقول لكم السر، بس استنوني. محضره معاكم الحله، هنزل بالفول، وبصوا ربع كيلو الفول عمل معايا كميه قد ايه، اهو بالشكل ده. ادي الفول، هحط عليه الخضره وزي ما هي كده، مش لازم اقطعها ولا حاجه، كده كده كل ده يتضرب في الخلاط، تمام؟ طيب ومعايا البصل برده احطه بحاله كده اهو، اهو، وادي الفلفل، وادي التوابل كلها كده اهو، وادي النعناع، وادي الثوم بالشكل ده. طيب السر بقى بتاعنا، هناخد ربع معلقه صغيره من الكربوناتو اللي بنعمل منه العرق اسوس، او ما عندكيش كربوناتو او مش عارفه ايه الكربوناتو، بيكنج باودر، عارفه البيكنج باودر اللي بنعمل منه الكيكه؟ هتحطي برضو ربع معلقه من البيكنج باودر. طب ايه فايدته؟ بيحافظ معايا على الخضار بتاعي، ما تبقاش لون البصاره اصفر، والناس كتير قوي بتقرف من لونها الاصفر، بتتمنى دايما ان لونها يبقى اخضر. ده بقى السر، ان لونها يفضل اخضر تحطي يا بيكنج باودر يا اما كربوناتو، تمام؟ معايا بقى الميه، ميه عاديه مش لازم ميه مغليه ولا حاجه بالشكل ده، وما تحطيش ميه كتير، احنا مش هنسلق. كل الحكايه ان الخضره كده كده هتنزل ميتها والبصله هتنزل ميته، بس عشان نسوي الفول، والفول مش هياخد وقت طويل، فما تحطيش ميه كتير عشان احنا نقعناه. هنطلع بقى على البوتاجاز تتسلق كويس قوي، وطبعا وهي بتتسلق هنعمل حاجه هنشوفها مع بعض، استنوا. بعد ما حطينا البصاره على النار هنبتدي بقى نعمل ايه؟ هنجيب البصل عشان ده اللي هيبقى التقليه بتاعتنا من فوق. هجيب البصل كده المتوسط الحلو ده، وهبتدي ان احنا نقطعه شرايح كده رقيقه جدا بالشكل ده اهو. لو عندك مكنه شيبسي يبقى تمام، اعمليهم كده اهو على مكنه الشيبسي، ما عندكيش يبقى زي ما انا ما بوريكي كده اهو، تمام؟ اهو انا بوريها لكم لحد الاخر كده اهي، تمام؟ بصي بقى هنجيب كده الطاسه بتاعتنا وهنبتدي ان احنا نفرفطها في الطاسه بالشكل ده، يعني نفكهم ما يبقوش متعقدين كده اهو. طبعا انا هعملهم كلهم بس انا بوريكم يبقوا متفرفطين كده اهو، يعني بعيد عن بعض عشان ما يبقوا ايه، ما يبقوش متعجنين كده اهو بالشكل ده. هعمل انا بقى البصلتين كاملين ونرجع نشوف هنحط لهم ايه.
شوية البصل اللي احنا حطيناهم. تمام، المفروض بقى ان احنا بنحط عليهم شوية زيت، وما بتحطيش زيت كتير، بتحط شوية زيت كده صغيرين. طيب انا هستبدل الزيت، انا مش عايزة زيت، بس هي اصلها بالزيت، انا هستبدله بالزبدة. دي زبدة انا مسيحاها. تمام، هحط كده شوية زبدة عشان انا هاخد الزبدة دي، مش هبقى بطعمها في البصل بس، لا ده انا هاخد الزبدة اللي احنا هنحمر فيها دي، هنزل بيها بطعم الزبدة على البصل واحطها جوه البصارة وهي على النار كده اهو. تمام، هنشوف كل حاجة مع بعض. طب يا جيجي، هي اصلا تنفع بالزبدة وتبقى ناشفة البصلة؟ كده كده انا عايزة البصلة دي طرية، مش عايزاها ناشفة. بتاعة البصارة بتبقى طرية يا جماعة، ما بتبقاش ناشفة، لان لسه هنحط لها حاجات تاني، هي مش بتبقى زيها زي الكشري. هنشوف كل حاجة عشان دي بتبقى طعمها مميز شوية. طب ليه انت استبدلتي الزيت بالزبدة؟ علشان الزبدة القيمة بتاعتها كويسة احسن، وبتفيد الجسم اكتر. الزيت ما بيفيدش الجسم وبيعمل حرقان على الصدر. تمام، فانا استبدلته بالزبدة. والناس اللي بتعمل رجيم على فكرة، الزبدة دي حاجة صحية جدا، بس تكون زبدة بلدي ومضمونة، مش الزبدة اللي هي القوالب اللي بتتباع دي. هروح بقى احمر البصلاية ونشوف هنعمل ايه. استنوني ده، اهو ادي البصلة على النار اهي. تمام، بالشكل ده ابتدت خلاص ان هي تتحمر. هشيل بقى البصلة واخلي الزيت، وفي شوية بصل كده صغيرين او الزبدة. تمام، عشان انا دايما بعملها بالزيت، فانا فاكرة بالزيت، بس هي بالزبدة. تمام، اهو اللون اهو، وادي البصارة معانا على النار اهي. تمام، زي الفل اهي. انا شلت خلاص البصلة، وادي الزبدة اهي فيها شوية من البصل، هنزل بيهم هنا اهو. وكل ده هيتحط فين؟ في الخلاط، بس طبعا بعد ما تتسلق وتتاكدي ان الفوله اتهرت خالص معاكي، بقت تجسيها كده تلاقيها مهريه، تلاقيها مستويه كويس. بعد كده تسيبيها تبرد، اوعي تحطيها في الخلاط سخنه لان الخلاط يبوظ. تستني تبرد وبعد كده تبتدي تحطيها حبه حبه في الخلاط، زي العدس لما تيجي تعملي العدس. بس طبعا هي لسه الميه دي كلها هتنقص معايا، لان لسه الحبايه لسه ما استوتش. بس في الوقت ده هبتدي ان انا اغطي كده اهو بالشكل ده، ونوطي النار بتاعتها، بس هنسيبها بقى على نار هاديه. اوريكم البصله بتاعتنا، بصوا البصله نشفت اهي، ما طريتش ولا حاجه، عشان دي زبده كمان، السمنه بتطري كمان شويه. بصوا ناشفه اهي وجميله. طيب ايه بقى اللي بيخليها تختلف عن اي تقليه تانية؟ بصوا بقى، التقليه بتاعت البصاره مختلفه شويه، بحط عليها كزبره خضراء. تمام، بالشكل ده، وهنقلب كل الشغل ده. بحط معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، وبحط فص ثوم واحد مهروس جدا جدا جدا، ثوم ني على البصل المستوي. ايوه، جربي كده وهتدعي لي. عايزين بس ايه، ندخله كده اهو، نقلبه تقليبه محترمه ونرجع تاني. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، التومه خلاص ما بقاش ليها اثر خالص، اهي دخلت جوه البصله المستويه، بتدي ميكس حلو قوي وطعم هايل، مختلفه، اكله جديده كده. وجربوا كده مع جيجي وهتبهروا، واللي هيجي يدوقها مش هيصدق ان دي بصاره، ابدا ابدا ابدا. اعملوها بنفس التيست اللي انا بقول عليه ده. طيب دلوقتي احنا معانا البصاره لسه، البصل الفوله ما اتهرتش معايا، اول لما تتهري وتبرد كده هوريكم كمان السمك المفروض ان احنا عايزينه يبقى عامل ازاي، ما تبقاش ميه وما تبقاش تخينه قوي. هنشوف كل حاجه مع بعض. دي البصاره بتاعتنا الجميله زي ما انتم شايفين، بعد ما بردت طبعا ضربتها في الخلاط، وبعد ما ضربتها في الخلاط صفيتها كويس، ولعت عليها النار بتغلي كده اهو معايا زي ما انتم شايفين. ده كده السمك بتاعها المظبوط. هنبتدي بقى ان احنا نغرفها في الاطباق ونقدمها معانا. عايزه اقول لكم اللون حلو قوي، هطفي كده الاضاءه عشان اوريكم الشكل. بصوا ادي اللون اهو، ده اللون. تمام اهو، بصوا اللون اخضر وجميل ازاي. طبعا الاضاءه بتعكس اللون، عشان كده دايما بنقول ان التصوير ما بيجيبش اللون بالمظبوط، يعني ده دي لونها اخضر. بصوا تاني هوريكم اهو، شايفين خضرها جميل ازاي. تعالوا بقى نقدمها في الاطباق. ده شكل البصاره بتاعتنا بعد ما حطيناها سخنه كده اهو في الاطباق. تمام، تقدري ان انت تسيبيها في الحله وتبقي تسخنيها وتقدميها سخنه، وتقدري تقدميها بارده، الاثنين بتتقدم بنفس الطريقه زي ما يعجبك، يعني بتبقى بارده احسن في الصيف، وبتبقى سخنه احسن في الشتاء. تمام، بالشكل ده بقى اهو، هننزل بالتقليه بتاعتنا الجميله اهو بالشكل ده اهو.
تقدري كمان ترشي عليها شطه، بتبقى حلوه جدا جدا. ودي كده كانت الحلقه بتاعتنا النهارده بتاعت البصاره، اتمنى تكون عجبتكم وتكون كمان نالت رضاكم. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باحلى لايك لاحلى جيجي، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في اكلات مختلفه من مطبخ جيجي على قد ايدي، ولسه الابهار مستمر، وهبهركم يعني هبهركم حبيب قلبي جيجي. مع السلامه.